تحدثت على انه لا يمكن فرض الكاء الاختياري على حساب كل شخص يقرر على هذه الوقت ام لا. شكرا جزيلا. انا بالعكس انا كنقول اذا كان هذا العدد وصلنا له يعني رحنا وصلنا فتنا هذيك المناعه الجماعيه اللي كيتكلموا لنا عليها. ولهذا لماذا هذا الجواز التلقيح الاجباري؟ لماذا دفع الناس دفعا الجرعه الثالثه؟ خلينا الغالي كانت كبيره الله يجزيه الله خير استعلموني وكل واحد كان عطاو الحق مدينة الرباط تعيش حالة فوضى عارمة بين السلطات وبين المتظاهرين مرة أخرى بسبب إجبارية التلقيح، إجبارية جواز التلقيح. كر وفر استطاعت السلطات أن تفصل بين المتظاهرين وبين نبيلة منيب البرلمانية الرافضة للتلقيح لجواز التلقيح. منين رات قتلوا هذه؟ خليه يمشي بحالو. Show it!
لا صحبا انت كتشني غير ما عرفناكش اخويا هاد الكاميرا Thank you.
سير. كر وفر بين المتظاهرين وبين السلطات في مدينة الرباط وخفاض التجاوز التلقيح. الغريب في الأمر هو أنهم كيفرقوا المتظاهرين وكيهجموا عليهم وكيهجموش على النائبة البرلمانية نبيلة منيب، لأن لها الحصانة أم ماذا؟ وهذا يعني كيل بمكيالين. تم اعتقال قبل قليل جوج ديال الافراد من الشعب، ولحد الان فر وفر بين المتظاهرين. الملاحظ وان السلطات يعني في حاله فوضى عارمه، ما عرفتش كيفاش تسيطر على الموقف. مجموعات صغيره بين الفين والاخرى تظهر مطالبة برفض جواز التلقيح وإجباريته، ونحن في موقع ريحانة بريس نعتبره مهزلة بكل المقاييس، مهزلة بكل المقاييس بين المتظاهرين، ذلك من أجل تفريق المتظاهرين. لما كيقربوا لنا بلا منيب كيوقفوا، يعني ما كيقدروش يقيسوا المتظاهرين، لكن بمجرد الفصل بين نبيلة منيب وبين المتظاهرين يتم التفريق، تفريق المتظاهرين في شوارع مدينة الرباط. بين الفئة الأخرى تظهر مجموعات صغيرة تطالب برفض جواز التلقيح. كما تلاحظون ما زال في مدينة الرباط أقل ما يوصف وما توصف هذه الأحداث بأنها مهزلة. علاش درتي كي تفقدتوا الاعتصام بطريقه سلميه؟ انا غادي مع الطريق. وقوف دابا. شو مالك؟ انا مولا وليدات، انا غير خايف على ولادي، خايف على امي. هذا الشيء علاش خرجت الدار؟ تفقدتوا الاعتصام بطريقه سلميه. انا غادي مع الطريق بطريقه سلميه. واش هزيت شي حجر؟ ضربتكم واش شيات عليكم؟ ما درت حتى شي حاجه. غادي في الطريق شارع عام، ما درت حتى شي حاجه. انا طلبت شي حاجه، ما طلبت حتى شي حاجه. انا مشكل خطر على هذا الدين. شو ما ديروا لي الكلام؟ شوف
تفضل الشيخ. الو رشيد اخويا قول لي سمعت ولا شنو؟ اش ناس؟ ها؟ الو دالي الو خويا شوف فتيحة بنت الحمدية تعرفها شوف لا قد يجب سواء بلاو ديالو دارها هادي لا في المدينة في المدينة دابا راه ما عرفتش علاش خمسي؟ علاش خمسي؟ اعتقالات بالجملة في هذه اللحظة؟ انا موجود يلا ديروني تكرفسوا عليا ديروا اللي بغيتوا
تنشكركم وتنشكر الامن الوطني على الدفاع ديالو الخالص اذا تكرفع الشعب المغربي غير هكاك. ما درت حتى شي جريمه، درت شي جريمه؟ قول لي اش جريمه وحده درتها؟ شنو هي الجريمه اللي درت؟ باس لا اله الا الله. شو مالك بسي؟ يا با دو ريسبي، يا با دو ايدوكاسيون، يا ريان. اون فو بار دو زعما لا ديموكراسي، لو دروا دو لوم. Elle vient me basculer, me taper, juste pour être debout. Juste pour être debout, c'est ça. Aïe, Sharia Mohamed Khamis, les Akbar Sharia, pour rebattre, devant le Parlement. يلا وانا واقف هنا على شنو السبب ديال هادشي؟ هادشي ديال لاكارت غير باش ناكل، غير باش نحل المحل ديالي ديال العمل باش نخدم. حيدوا لي العمل هذه سيمانه هذه وانا سد المحل ديالي، ما عنديش كيفاش ناكل، كيفاش ندخل الرزق ديالي اليومي باش نعيش. قالوا لك لا، الا حليتي غنسدوا عليك 10 ايام ونعطيوك 1200 درهم ديال هاد الضريبه. الوغ بقيت ساد، ايوا كيفاش بغيتوني نبقى جالس انا بلا ما ناكل بلا ما نخدم؟ نتوما محيدوا لي الخدمه ديالي، نتوما محيدوا لي الماكله ديالي، اون بليس دو تو سا ما عنديش حتى فين ندخل نخلص الضو، باسكو غيقطعو غيقطعو، ما عنديش الحق كاع كيفاش ندخل الداخل باش نخلص الضو، غادي يقطعو غادي يقطعو، ايوا ما نعرف كيفاش نعيشو، ما نعرف كيفاش نعيشو في هاد البلاد هادي واحد. اللي هو يدير لها، عندي صافي. ما كاين حتى شي حاجه انا نهضر كنشرب من الجلسه. صحفي لحظة كما خلاص وانا غير جاي من الخلف بحال اللي طلبوها منا، حنا تحنا نديرو فريق على شي مع احترام الانسان تتحدو زعما محترمين بالاداب وبالصواب ثقافة وتنهضر معكم بالثقافة وبالاداب وبالصواب. الله اكبر ماشي ما قلنا حتى شي حاجة في عندك هو معك في الورقة القضائية فانا غادي نقيم ونحن غادي نتفتح باش توقف في الشارع منوع؟ انت في الشارع يمكن في الدار وصافي والناس فين وقفة اللي فاتت دي؟ فين وقفة اللي فاتت دي؟ شنو قلتك انا سي العرب؟ احنا تنتاحلو كاع. موا جي فيكو ستازوني بوندون 10 ans. انا شكوني تخي بيان على I know very well constitutions, I know very well democracy, I know very well human rights, okay? And I came back here to Morocco and when we talking democracy, when we talking human rights, why not? لا
من